رايح. سمك سلمون غير السموم في ميه، ركزوا معايا عشان ناس كتير بتفتكر ان السلمون هو السموم في ميه، لا سمك سلمون ني. خلاص هبقى هتبله بثلاث فصوص ثوم، معلقه خل تفاح، معلقه مستارده، ومعلقه صغيره اوريجانو. يبقى الكيلو السمك السلمون هيتبل اهو زي ما احنا متبلينه، بثلاث فصوص ثوم، معلقه خل تفاح، معلقه مستارده، معلقه صغيره اوريجانو. حاجه مهمه في السمك ان انا ادعكه بالتتبيله، مش هحطها عليه وخلاص، لازم يتدل كويس بالتتبيله بتاعته علشان يبقى طعمه حلو وريحته كمان حلوه، ودي حاجه مهمه. الصوص بتاعي معلقتين مستارده، معلقتين عسل ابيض، اربع معالق مايونيز، اربع معالق زيت زيتون، ورشه شطه. الصوص بتاعي تاني معلقتين مستارده، معلقتين عسل ابيض، اربع معالق مايونيز، اربع معالق زيت زيتون، ورشه شطه. احنا متبلين السمك ساعتين قبلها، وبعدين بناخده على شوايه تبقى سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحطه يتشوي عليه. اهو كده اهو، وهنعمل السلطه وهنعمل الصوص بتاعه على ما يستوي. اوكي هقول لكم مقادير السلطه بتاعتي. السلطه هنعمل سلطه جرجير بالكاليماري والرمان. هي سلطه حلوه وتتقدم في الاوتيلات الكبيره دايما، بتبقى شيك قوي وطعمها حلو قوي. احنا ممكن نستغرب ان في رمان في السلطه، بس مش عايزه اقول لكم ان في الشام، بلاد الشام كلها بيتحط رمان في السلطه، واحنا عندنا هنا في الاوتيلات الكبيره في سلطات كتير قوي بالرمان. هستعمل حزمتين جرجير بس يكونوا كبار كده عليهم القيمه يعني، 3 ارباع كوبايه طماطم شاري، تلت كيلو كاليماري حلقات. الكاليماري انا هشوحه في معلقتين زيت وفصين ثوم. خلاص هستعمل ربع كيلو، ربع كوبايه رمان، بصله مكعبات كبيره. البصله خصوصا عشان مكعبات كبيره لازم انقعها في خل وسكر علشان يبقى طعمها حلو ويبقى ريحتها حلوه، ما تديش طعم البصل اللي احنا متعودين عليه. وهستعمل حبتين فلفل الوان مكعبات كبيره، اربع وحدات توست محمص. هحمص التوست مع معلقه زيت ورشه ثوم بودره. اوكي الدريسنج بتاعي معلقتين خل بلسمي، معلقه دبس رمان، خمس معالق زيت زيتون، رشه شطه، معلقه صغيره مستردة. يبقى الدريسنج بتاعي من تاني معلقتين خل بلسمي، معلقه دبس رمان، خمس معالق زيت زيتون، رشه شطه، معلقه صغيره مستردة. خلاص اول حاجه بقى هعملها اني هحط الثوم في الزيت هنا. هطلعها البطاطس خالص. مدام ايمان، السلام عليكم يا مدام ايه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحبيبتي طيبه. وانتي طيبه يا حبيبتي ودايما متالقه يا حبيبه قلبي. الله يخليكي بجد على وصفاتك واكلاتك الجميله الشهيه، والله بجد يعني تسلمي لي يا رب. وشيك دايما حضرتك في لبسك، واقول لك يعني كل طلبات حلوه. ميرسي والله ده من ذوقك. الله يخليكي، عايزين كده تيجي مره بقى تعملي لنا عمره كده ان شاء الله قريب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حبيبه قلبي اطلب منك كده عشان مقاديرك الحلوه كده كب كيك بالشوكولاته، الله يرضى عنك. انا هقفل بس معايا ورقه وقلم. ان شاء الله حبيبتي هقول لك اخر الحلقه عشان ما نتلخبطش في الوصفات. من عينيا لفين. ادي الكاليماري ما بياخدش وقت، بصوا على طول، لان الكاليماري لو قعدناه اكتر من اللازم بيشد. اول ما يشرب ميته هنا هو عشان هو صغير ما خدش معايا وقت وما نزلش ميه. خلاص ادي الكاليماري. هاجي بقى ايه احط مقادير السلطه بتاعتي. ادي الفلفل الملون، وادي البصل اللي انا نقعاه كنت بخل وسكر. انا هنا مش هغسله، في سلطات بضطر اشطفه قبلها لكن هنا انا مش هشطفه. ادي الفلفل، وادي الطماطم الشاري، وادي الرمان. هنجيب بقى الجرجير. الجرجير بتاعي هقسمه اتنين او اربعه يعني، المهم يبقى ايه خشن، انا مش عايزاه صغير كده اهو. اوكي هعمل بقى الصوص الاول، انا هقلبهم مع بعض وهعمل الصوص احطه عليهم، وهنعمل برضو العيش.
اقول لكم انا هعمل نجمه بالعيش علشان عايزه احطها على راس السلطه كده. هعمل ايه؟ هجيب الكتر النجمه بتاعت هي اول واحده بتاعت الكوكيز اللي احنا قطعنا بيها امبارح، وهجيب العيش التوست اهو، واروح قصه بيه نجمه. خلاص هقطع النجمه، وبعدين الباقي ده بقى هو اللي هعمله كروتونز علشان مرميش. هروح بقى الباقي مقطعه اللي انا هستعمله في السلطه برضه. خلاص هعملهم كذا واحده بالمنظر ده، وبعدين برشه زيت زيتون مع رشه بودره ثوم، وادهنهم بيه واحطوه في الفرن. هيطلع شكلهم بالشكل ده. ادي النجمه وادي الكروتونز بتاعت العيش. هعمل ايه بقى؟ هعمل الدريسنج بتاع السلطه بتاعتي. خل ودبس الرمان احط معاهم رشه شطه صغننه والمستردة وبعدين شوية زيت زيتون 4 معالق. لا ده مش الزيتون، احنا حطينا زيت زيتون. ادي زيت الزيتون 1 2 3 4. يا ام حنان، ام حنان. ايوه ايوه حبيبتي. بقول لحضرتك انا كنت عايزه اسال على دايت البرجر. على ايه؟ ممكن تعيديها تانية؟ عايزه تسالي على ايه؟ طريقه البرجر، الهمبرجر. طريقه البرجر من عينيا الاثنين، من عينيا الاثنين. وهنحط طبعا ملح وهنحط الدريسنج بتاعي. هحطه واخر حاجه هحطها الكاليماري، وبعد كده العيش الكروتونز. انا حاطه الجرجير كتير علشان انا هعملها على شكل الشجره، يعني شبيهه بشجره الكريسماس كده شويه. ادي الكاليماري بيتقلب، واخر حاجه بقى احطها العيش. مش هحط النجوم، النجوم هحطها فوق. اخر حاجه هحطها اللي هي ايه؟ العيش، علشان يبقى مقرمش معايا وانا بقدم السلطه. واجي اروح غرفها في الطبق بتاعي. مدام هيام. الو، صباح الورد. صباح النور يا قمر، ازيك؟ صباح الخير يا ست الكل. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا قمر، ويخليكي حبيبتي ويخليكي البيت وتخلي الله يخليكي يا حبيبتي. تسلميلي يا رب، ودايما منوره كده اهوت. ميرسي بنورك. ربنا يكرمك يا مدام. على فكره بصي، ربنا يزود المحبه كمان وكمان. الله يخليك. اللي بيني وبينك انا يا رب. امين امين يا رب، يغيروا منك دلوقتي. ربنا يخليكي حبيب قلبي، ربنا يخليكي يا مدام آية. لو سمحتي يا مدام آية، في كوكيز بالشوفان بعد إذن حضرتك. إحنا عملناها قبل كده بس هقولها لك تاني من عينيا الاثنين. ميرسي يا حبيبة قلبي. من عينيا الاثنين. وقت ما تعمليه يا حبيبة قلبي. من عينيا الاثنين. شكرا يا مدام آية. العفو حبيبتي. بصوا هكومها. إحنا عملنا كوكيز الشوفان قبل كده قريب، بس نحاول النهارده نقول طريقتها برضو. هحاول بقى إن أنا إيه الطماطم دي ابينها قدر الامكان، وبعدين هاجي هحط نجمه هنا وواحده تانية وراها عشان يسندوا بعض، وبعدين هنضف الطبق.
وممكن نحط مثلا هنا نجمه وهنا نجمه مثلا، ودي بس ايه نعليها فوق عشان تبقى باينه كده اهو. دي السلطه ايه، جربوها هتعجبكم جدا ان شاء الله. احنا دلوقتي السلمون شويناه، امسك يا احمد معلش عشان ما نكركبش الدنيا. هنعمل ايه؟ هنعمل الصوص بتاعه عشان توقف. ممكن بصوا احنا ممكن نسندها بحاجه علشان ايوه كده ما تقعش، يفضل شكلها حلو. هنعمل الصوص الدريسنج بتاع السلمون بتاعي. هاجي هحط العسل، خليه هنا يدفى سنه، هحط المستردة الصوص ده. في ناس بتسخنه على النار وفي ناس بتحطه زي ما هو، بس هو مش محتاج انه يتسخن على النار، هو بيبقى طعمه كده تحفه عليه. يعني انا هغرف السلمون وبعد كده في الطبق هرش عليه صوص الدريسنج، رشة شطة الدنيا. كده اهو عشان بس العسل يدوب فيهم كويس، ما يبقاش في حته فيها عسل مكلكع او عسل كتير. احط شويه زيت وبعد كده اهو ادي السلمون اتشوى عندي. زي ما قلت انا ببقى متبلاه من قبلها بشويه علشان يشرب التتبيله بتاعته على الاقل ساعتين. ممكن اعمل اي نوع سمك بالطريقه دي، خصوصا سمك التونه عشان سالنا على اكلات بسمك التونه، بس التونه مش المعلبه، سمك التونه اللي بيبقى فريش بجيبه فريش. ممكن قوي ان احنا نعمله بالطريقه دي. ده السمك بتاعنا اهو خلص، هنغرفه دلوقتي. ام منى، ايوه عايزه اعرف طريقه التورته بتاعت الجمعه اللي فاتت. بتاعت الجمعه اللي هي بكور الشوكولاته؟ ايوه. من عينيا الاثنين حبيبتي. ماشي. ممكن كده اهو اجي السمك. سمك السلمون، سمك السلمون ما بياخدش سوا كتير، بيخلص معايا على طول. الرز بنعمله اخضر ازاي؟ الرز بنعمله اخضر، بنغلي البقدونس والسبانخ وبعد كده يبقوا بيوريه، نعصرهم وناخد ميتهم ونقلبها مع الرز علشان يديني لون كده، عشان احنا عاملين لكم شجره كمان بالرز الاخضر، شجره كريسماس. عشان ايه؟ اروح حاطه الصوص عليه كده اهو. جربوه هيعجبكم جدا ان شاء الله. وبقدم بقيه الصوص اكسترا معاه عشان اللي عايز يزود او اللي عايز يحط على الرز كده اهو. اهو ده السمك السلمون.